الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نلتقي مع سلسلة جديدة تتعلق بأحكام وآداب الصيام، ونحن مقبلون على شهر رمضان، ولا بد لكل مسلم أن يتفقه في الدين، ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وستكون هذه السلسلة إن شاء الله تعالى متضمنة لكثير من المسائل التي لا يستغني عنها الصائم الذي يريد أن يصوم صياما صحيحا موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولن ندخل كثيرا في الخلافات الفقهية إلا لماما إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وإنما نذكر ما ذهب إليه جمهور العلماء وما صحت الأدلة فيه. وأبدأ أولا بالتعريف. الصيام لغة هو الإمساك، قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وهي إنما نذرت أن تصمت لا أن لا تطعم. إذن مريم قالت في نذرها: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، وهي لم تصم عن الطعام وإنما صامت عن الكلام. إذن الصيام في اللغة هو الإمساك. وأما الصيام في الشرع فهو الإمساك عن جميع ما يفسد الصوم من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، لا بد من النية، والحمد لله رب العالمين.